أهلاً وسهلاً بكم متابعينا في فقرة سيدتي وود اللي بنقدم لكم فيها كل الأخبار الفنية. أنا رؤى أحييكم ومعايا زميلي تمام عجمية. أهلاً تمام. أهلاً وسهلاً فيك رؤى وأهلاً وسهلاً بكل عم يتابعنا بفقرة جديدة من سيدتي وود لهذا الأسبوع. خليكم معنا. وفي البداية نكون مع أهم المواضيع لمجلة سيدتي في هذا العدد. صدر غلاف مجلة سيدتي لهذا العدد النجم تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء كيلاني. سيدتي تكشف عن زواجهم العرفي قبل عام وأسرار وخفايا عن زواجهم في هذا العدد من مجلة سيدتي. حسين فهمي بلقاء خاص تحدث عن رأيه بالفنانة نجلاء فتحي، ولهذا السبب رفض الحديث عن رنا القصيبي. أحمد فهمي، هناك من يحاول أزيد شيرين عبد الوهاب ويتحدث عن دور زوجته باختياراته الفنية، وهل يرى نفسه أكثر في التقديم أم التمثيل أم الغناء؟ والآن ننتقل للقاءات الخاصة والحصرية في فقرة سيدتي وود. بلقاء حصري تحدثت الفنانة سيرين عبد النور عن عملها الجديد قناديل العشاق، فماذا قالت؟ مبسوطة بالعمل ككل، مبسوطة إنه عاملة عمل حلو جديد علي وجديد على الجمهور يلي بيتابعني، إنه يشوفني بهالعمل الجديد. يا أهلا وسهلا بست الحسن والدلال، نورتي بيتي. حديث خاص بين سيرين عبد النور ووائل كفوري، شو كان الحديث؟ عم بسألوا إمتى بده ينزل الألبوم لأنه اشتقنا له، ومن بعده عم بسجل بس ليرتاح شوي صوته لأنه شوي مريض ورح يكمل التسجيل. الفنانة منى زكي دائما بتعاني من مشكلة على الريد كاربت، شو هي؟ طبعها وهدألك يعني ده العادي. وطبعا ما في موقف محرج أكثر من كده، فما بالك لو كان الشخص فنان. حفل فني ضخم جمع كل من الفنانة زينة أفتيموس وحسام جنيد وجوزيف عطية بدبي، وكانت تغطية حصرية لكاميرا سيدتي وود. شو قال النجوم لسيدتي؟ خلينا نشوف سوا. اليوم بالحفلة بتواجدي مع كمان فنانين كتير ظراف، حسام جنيد وجوزيف عطية، رح يكون شوي ستيلهم هنا غير الستيل، فأنا حبيت أعمل شوي شيء مميز أكثر، يعني حط شوية أجنبي بالحفلة، أشياء فيروزيات، يعني هول العالم، هول القصص العالم بالنسبة لها هي قصص لطيفة بتحبها بتقبلها دائما على طول، فهيك. شعور في ستريس، في ستريس مثل ما أنك شايف تمام، وأنا بعد 4 سنين وشفت هذا الجمهور اللي جوا الحمد لله الرائع، ما بعطي شكري بس لرب العالمين. كل وقفة مسرح إلى رهبتها وإلى قيمتها، وأنا اليوم سعيد جدا بدبي، يعني هالمطرح اللي بيجمع كتير دول عربية، واليوم خبروني إنه في من كل الدول العربية وحفل حلو كتير، إن شاء الله يا رب تكون مثل ما متوقعين. شو السر اللي كشفه مزين النجوم وفيق صعب عن الفنان وائل كفوري؟ وائل كفوري هو حدا بتحسه إنه هو راسم شو بده، فمن وجه مشكلة معه إذا في حال حاولنا نقنعه أنه يعمل شيء تاني، لأنه هو بيبقى مصمم. أغلب الفنانين بيتركوك تتصرف برياحتك لأنه بيسلموك أنه خلاص أنت بتقدر تعطيهم شو بدهم، يعني بالوقت اللي الفنان وائل كفوري هو أمرار كتير بيجي محدد إكزاكتلي شو بده، فبتبقى المهمة أصعب شوي. علاء لبات، فنان شاب استطاع أن يترك بصمة بالساحة الفنية، شو الرسالة اللي وجهها للفنان نصيب زيتون؟ نصيب زيتون فخر لنا نحن السوريين بالشيء اللي عمله، بالسرعة اللي نجم فيها، والحمد لله غطى على أسماء قديمة قبله كتير،